وبركاته اخوتي واخواتي طلاب الصف الاول الثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مع بعض هندخل في الدرس الاول يعتبر في الجبر، لان الحصه اللي فاتت اللي هي كانت معادله في متغير واحد دي تعتبر كانت مراجعه على ثانيه وثالثه اعدادي، هنحتاجها برضو النهارده، بس النهارده هندخل في الدرس الاول وهو الاعداد المركبه. بيقول لي يا مستر انا لو عندي س تربيع بتساوي سالب واحد، قال لي عشان اجيب مثلا السين بكام كنت بقول ان سين هتساوي موجب او سالب الجذر التربيع سالب واحد. فعلى طول اول ما بلاقي سالب تحت الجذر بقول مجموعة الحل بتساوي فوق. من هنا العلماء اخترعوا حاجة اسمها العدد التخيلي. يعني ايه يا مستر العدد التخيلي؟ قال لي العدد التخيلي هو عدد او هو عدد مربعه سالب واحد. يعني انا مثلا السالب واحد او جذر سالب واحد اما ربعه هيبقى سالب واحد، يعني لو ده ت يبقى ده ت ايه؟ تربيع. يبقى انا كلمه او الحرف ت ده اختصار لكلمه العدد التخيلي. يبقى انا ت لو بتساوي الجذر التربيع سالب واحد لما ربعها يبقى ت تربيع بتساوي سالب واحد. يبقى انا كده عرفت يعني ايه عدد تخيلي وازاي سموه عدد تخيلي. ليه؟ لان اي عدد سالب تحت الجذر هو السالب واحد بيديني ايه؟ ت. طب يا مستر لو قال لي مثلا سالب 9 تحت الجذر، قال لي ما تحول السالب 9 دي لحاجه موجبه في حاجه في سالب واحد، يعني مثلا ال 9 في سالب واحد، السالب واحد بكام؟ بت تربيع. يعني انا هقول كده 9 ت تربيع، جذر ال 9 3، طب وال ت تربيع الجذر بتاعها؟ يبقى انا كده عرفت ان انا ممكن اجيب الجذر لاي سالب تحت بقيمه الايه او بدلاله العدد التخيلي اللي هو الت. يبقى كده عرفنا ان ت تربيع بتساوي سالب واحد. طب يا مستر لو قال لي انا عندي جذر سالب 16، حول لي الجذر سالب 16 ده لحاجه موجبه في سالب واحد، يعني 16 في سالب واحد، السالب واحد بكام؟ قلنا السالب واحد تحت الجذر بت تربيع، صح؟ اهو يعني 16 الجذر بتاعها 4، الت تربيع الجذر بتاعها دي، يبقى الجذر سالب 16 تحت الجذر بكام؟ ب 4 ت. كده عرفنا ازاي بجيب الجذر لاي عدد سالب بايه؟ بدلاله الت تربيع او بدلاله العدد التخيلي. يبقى العدد التخيلي هو عدد مربعه سالب واحد. تعالوا مع بعض نعرف القوه ت الصحيحة. يعني أنا مثلا لما كان بيجي ويقول لي أنا عندي ت أس 4 مثلا هضربها في ت أس 6، كنا بنعمل إيه في الأسس؟ قال لي ده في ضرب والأساس واحد، يعني هاخد الت وأعمل إيه في الأسس؟ هنجمعها يبقى 4 زائد 6 هتساوي 10، يعني ت أس 10. طب مثلا لو ت على ت أس مثلا هنا 5 وهنا 4 بنعمل ايه في الطرح؟ قال لي في القسمه بطرح الاسس، يبقى 5 ناقص 4 يعني بواحد، يعني ت اس 1 اللي هي ايه؟ كده عرفنا يبقى في الضرب الاساس واحد بعمل ايه في الاسس؟ بجمع الاسس. في القسمه لو الاساس واحد بعمل ايه في الاسس؟ بطرح الاسس. تعالوا مع بعض نعرف لو جاب لي مثلا ت اس 4 قال لي بتساوي كام؟ او ت اس 6 وت اس 9. قال لي يا مستر ت أس 4 هي ت تربيع في ت تربيع، صح ولا غلط؟ مش أنا في الضرب بجمع الأسس 2 و2 4 يبقى صح. ت تربيع بكام؟ بسالب 1، سالب 1 في سالب 1 بكام؟ بواحد، سالب في سالب بموجب، واحد في واحد بواحد. طب لو قال لي هنا ت أس 6، ت أس 6 اللي هي ت أس 4 في ت أس 2، بجمع الأسس يديني 6، ت أس 4 جبناها بواحد، وت أس 2 بكام؟ بسالب واحد، يعني كله واحد في سالب واحد بسالب واحد. قال لي يا مستر يعني انت كل ما يديني ت اس حاجه هقعد افكها مثلا لت اس كذا في ت اس كذا؟ قال لي لا. قال لي انا عندي قانون او يعتبر قانونين ومتجزئين. قال لي لو الاس زوجي هقسم على اربعه، لو ابى يبقى فيها الواحد. طب لو ما قبلش فيها السالب واحد. طب لو الاس فردي قال لي هنقص واحد. واقسم على 4، أبقى يبقى فيها ت، ما قبلش يبقى فيها سالب ت. هنا الأس زوجي ولا فردي الأربعة؟
قال لي زوجي. 4 تقبل على 4؟ قال لي ايوه، يبقى الناتج 1 وده اللي احنا جبناه. 6 زوجي ولا فردي؟ قال لي زوجي. هل مقسم 6 على 4 هيقبل؟ قال لي لا، هيديني سالب 1. هنا 9 فردي ولا زوجي؟ قال لي ده فردي. هنقص 1 يبقى 8. ال 8 تقبل على 4؟ قال لي ايوه، يبقى الناتج ايه؟ يبقى احنا كده عرفنا اما يبقى الاس زوجي هقسم على 4، لو قبل يبقى 1، لو ما قبلش يبقى سالب 1. طب لو فردي يبقى هقسم على انقص 1 واقسم على 4، لو قبل يبقى ت، لو ما قبلش يبقى سالب ت. بعد ما عرفت العدد التخيلي اللي هو ت تربيع بتساوي سالب 1، قال لي عايزين نعرف حاجه اسمها العدد المركب، وده اسم درس النهارده. العدد المركب اي حاجه مركبه معناها حاجه زائد حاجه، صح؟ قال لي العدد المركب هو عدد حقيقي زائد عدد تخيلي. عدد حقيقي يعني 3 9 6 8 12، اي عدد حقيقي. طب عدد تخيلي، قلنا اي عدد تخيلي يعني مثلا 3 ت، 2 ت تربيع، سالب 5 ت تربيع. يبقى عدد حقيقي يعني 3 مثلا زائد 3 ت، ده كده اسمه ايه على بعضه؟ عدد مركب، لانه الجزء الاول حقيقي والجزء الثاني تخيلي. قال لي طب تعالى نعرف الجمع او طرح الاعداد الايه المركبه. يعني مثلا قال لي 3 زائد 2 ت عايز يطرحها من 2 ناقص ت. قال لي انا في الطرح او في الجمع بطرح وبجمع الحقيقي من الحقيقي والتخيلي من التخيلي. 3 ناقص 2 قال لي 1، 2 ت ناقص ناقص ت، سالب وسالب موجب يبقى ت، ت و2 ت يبقوا 3 ت. طب تعالى ناخد واحده كمان، لو قال لي 4 زائد 2 ت زائد المره دي بقى 1 ناقص 3 ت. جمع يبقى اجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. 4 و1 5، 2 ت وناقص 3 ت يبقى سالب ايه؟ ت. يبقى انا كده في الجمع او في الطرح بوزع، باخد الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي، وفي الجمع وهنا برضو الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. قال لي يا مستر طب انا عندي في الضرب، لو اعطاني 2 ناقص 3 مثلا، 3 ت في 1 زائد 4 ت، هنحلها ازاي؟ هل يا مستر هضرب الحقيقي في الحقيقي والتخيلي في التخيلي؟ قال لي لا، المره دي هوزع، هاخد الاثنين واضربها في الواحد مره وفي الاربعه ت مره، والثلاثه اضربها في الواحد مره وفي الاربعه ت مره. 2 في 1 ب 2، 2 في 4 ت يبقى زائد 8 ت، سالب 3 ت في 1 بسالب 3 ت، سالب 3 ت في 4 ت سالب 12 ت تربيع. 2 هل في عدد صحيح تاني؟ قال لي طب تعالى نفك الاول، ال ت تربيع دي يا مستر احنا عارفينها بايه؟ قال لي بسالب 1، اما اشتري دي بسالب 1 سالب في سالب بموجب، يبقى دي كده كلها كام؟ موجب 12. 12 ومعايا 2 يبقى 14. موجب 8 ت ناقص 3 ت، هطرح واخد اشاره الكبير، 5 ناقص 3 8 ناقص 3 5 ت. اشاره الكبير موجبه ولا سالبه؟ قال لي 8 هي اللي موجب، يبقى 14 زائد 5 ايه؟ ت. يبقى انا كده عرفت في الجمع والطرح بجمع الحقيقي مع الحقيقي او التخيلي مع التخيلي، او بطرح الحقيقي من الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. اما في الضرب بوزع العدد الاول على القوس الثاني كله حقيقي وتخيلي، وباخد التخيلي في القوس الاول بوزعه برضو على القوس الثاني حقيقي وتخيلي. تعالوا مع بعض ندخل في ثالث جزء معانا، وهو عددان مترافقان. مع بعض نفهم يعني ايه عددان مترافقان. قال لي انا عندي 3 زائد 4 ت، عايز اجيب المرافق. قال لي المرافق بغير إشارة التخيلي، التخيلي اللي هو 4 ت إشارته موجبة، تبقى المرافق بتاعها سالب 4 ت. خلي بالك في الامتحان ممكن يجيب لك الأربعة لوحدها ويقول لك المرافق بتاعها هل دي عدد تخيلي؟ قال لي لا، يبقى المرافق بتاعها زي ما هو. طب لو جاب لي سالب 3 ت ده تخيلي؟ يبقى هغير إشارتها، هي سالب تبقى موجب 3 ت. طب لو جاب لي سالب 4 المرافق بتاعها، في ناس هتتلخبط وتكتب 4 كده غلط، هل ده عدد تخيلي؟ قال لي لا، يبقى هينزل زي ما هو. طب هنا 4 ت ده عدد تخيلي؟ قال لي يبقى هغير ايه؟ هغير الاشاره، يبقى سالب 4 ايه؟ ت. يبقى احنا كده فهمنا ان العددان مترافقان، يعني بغير اشاره التخيلي، التخيلي الموجب اخليه سالب،
التخيلي هنا سالب خليته موجب، لو جاب لي عدد حقيقي وقال لي المرافق بتاعه هو هو ما بغيرش اشارته. وبكده يبقى خلصنا شرح الدرس النهارده كله اللي هو الاعداد المركبه، وعرفنا يعني ايه العدد التخيلي. تعالوا مع بعض نكتب شويه امثله ونحلها مع بعض. وفي الاخر بعد ما تثبتهم جيب لي س زائد ص تربيع بتساوي ايه؟ 16. عشان اثبت اللي هم مترافقان يعني هيطلعوا نفس العدد واختلاف في اشاره العدد التخيلي، هفك س الاول. احنا عشان نجيبها في ابسط صوره كنا بنضرب بسط المقام في المرافق، هنا المرافق سالب ت، اما اخليها اعكس لها اشارتها تبقى موجب ت، برضو كذلك فوق. وهضرب بسط المقام 7 في 2 ب 14، 7 في ت ب 7 ت، سالب ت في 2 بسالب 2 ت، ت في ت بس في اشارتين مختلفتين يبقى سالب ت تربيع. على 2 في 2 ب 4 سالب 2 في ت ب 2 ت، سالب ت في 2 بسالب 2 ت، سالب في سالب في موجب بسالب ت في ت ب ت تربيع. كده انا ضربت. تعال نختصر، احنا عارفين ان ت تربيع بسالب 1 وفي سالب قدامها، يبقى كل ده بكام؟ بموجب 1. موجب 1 هو 14 يبقى 15. 7 ت و 2 ت، خلي بالنا هنا موجب 7 وهنا ناقص 2، 7 و2 هيبقى 5 الطرح، واخد اشاره الكبير اللي هي موجب. هنا برضو كذلك ت تربيع بسالب 1 بس قدامها سالب يبقى موجب 1، 4 و1 5، 2 ت وسالب 2 ت تروح. هل اسيبها كده؟ قال لي ما فيها، ما ينفع تبسط 15 على 5 فيها ال 3، 5 ت على 5 يبقى فيها الايه؟ الت. يبقى انا كده جبت السي. زي ما جبت الس في ابسط صوره جيب الص، الص قال لي 13 ناقص ت على 4 زائد ت، هضرب في المرافق، المرافق يبقى غير اشاره التخيلي. لما نضرب بسط في مقام 13 في 4 ب 52، 13 في سالب ت بسالب 13 ت، بعد كده ناخد 13 ولا سالب ت في 4 بسالب 4 ت، بعد كده سالب ت في سالب ت بموجب ت تربيع. 4 في 4 ب 16، 4 في سالب ت بسالب 4 ت، موجب ت في 4 بموجب 4 ت، سالب في موجب بسالب ت في ت في ت تربيع. تعالى نختصر، ت تربيع بسالب 1 وفي قدامها سالب يبقى موجب 1. هنا برضو ت تربيع بسالب 1، سالب 1 وفي 52 يبقى 51، سالب 13 وسالب 4 يبقى سالب 17 ت. هنا 16 و1 17، 4 ت تروح مع سالب 4 ت. 51 على 17 يبقى فيها 3، 17 سالب 17 ت على 17 سالب ت، يبقى دي الصاد. مش الصاد هي هي السين بس الاعداد التخيليه فيها اختلاف في الاشاره، يبقى كده على طول اذا س وص مالهم مترافقان. كده انا اثبتت ان هم مترافقان. عايز يجيب س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 16. احنا جبنا الس بكام؟ ب 3 زائد ت، 3 زائد ت تربيع زائد 3 ناقص ت اللي هي ص تربيع بتساوي 16، 3 تربيع ب 9، ت تربيع ب ت تربيع. الأول في الثاني في 2، 3 في ت ب 3 ت، في 2 ب 6 ت. صعبة؟ قال لي لا، زائد 3 تربيع ب 9، سالب ت تربيع ب ت تربيع. الأول في الثاني في 2، الأول ب 3، في الثاني بسالب ت، يبقى سالب 3 ت، في 2 بسالب 6 ت. 9 هنا السالب أو موجب ت تربيع بسالب 1، هنا موجب ت تربيع بسالب 1، صح؟ قال لي آه. سالب 1 وسالب 1 سالب 2، سالب 2 و9 و9 18، 18 ناقص 2 16، يبقى انا كده خلصت من 9 و9 والت تربيع والت تربيع. يتفضل موجب ت 6 ت وسالب 6 ت يروحوا مع بعض لانهم مباشره مخالفه، يبقى كده الناتج طلع بكام؟ ب 16. يبقى اذا س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 16. صعبه المساله؟
قال لي لا انا مسافر، يبقى انا عشان اثبت اللي سين وصادم ترافقيه يبقى انا هربطها في ابسط صوره، ولازم ما يطلعوا الاثنين في ابسط صوره يبقى فيه اختلاف في اشاره العدد الايه التخيلي. هنا جايب لي مثالين بيقول لي 2 ت زائد ت على 3 ناقص 4 ت اختصر في ابسط صوره. يا مستر يعني ايه اختصر في ابسط صوره؟ قال لي يعني هضرب بسط ومقام في المرافق، هنا المرافق سالب 4 ت، ده العدد التخيلي، بغير اشارته يبقى 3 زائد 4 ت، هضرب بسط و ومقام. محدش يجي في الامتحان ويضرب بسط ومقام ويغير اشاره العدد التخيلي يبقى يضرب في 4 ت بس، غلط. في المرافق كله يعني الثلاثة معايا. هنضرب ازاي يا مستر؟ قال لي هضرب 2 في 3، 2 في 3 ب 6. بعد كده ال 2 في 4 ت زائد 8 ت. بعد كده ت في 3 زائد 3 ت. بعد كده ال ت في ال 4 ت ب 4 ت تربيع. صعبة؟ قال لي لا. هنا برضو كذلك اوزع الثلاثة على القوس كله، يعني هضرب الثلاثة هنا مرة واضرب الثلاثة هنا مرة، 3 في 3 ب 9. 3 في 4 ت ب 12 ت، سالب 4 ت في 3 بسالب 12 ت، سالب 4 ت في موجب 4 يبقى سالب 16 ت تربيع. طبعا احنا عارفين من درس النهارده اللي ت تربيع بسالب 1، المضرب ال 4 في سالب 1 يبقى ده كله بسالب 4، طب المضرب السالب 16 في سالب 1 يبقى ده كله بموجب 16. 6 ناقص 4 يبقى 2، 8 ت و 3 ت يبقى 11 ت، تحت 9 و 16 25، 12 ت ناقص 12 ت ده كله يروح مع بعض يبقى الناتج النهائي بتاعي 2 زائد 11 ت على ايه؟ 25. تعالوا مع بعض نحل التانية. بيقول لي انا عندي يا مستر 10 على 3 زائد ت، اوجدها في ابسط صورة. قلت لك هنضرب بسط ومقام في المرافق، المرافق هنا الت نغير اشارته يبقى سالب ت، 10 في 3 بكام؟ ب 30، 10 في سالب ت بسالب 10 ت، 3 في 3 ب 9، 3 في سالب ت بسالب 3 ت، موجب ت في 3 بموجب 3 ت، موجب في سالب بسالب، ت في ت بت تربيع. طبعا احنا عارفين اللي ت تربيع بكام؟ سالب 1 في سالب يبقى موجب 1. موجب 1 و9 يبقوا 10، سالب 3 ت وموجب 3 ت يروحوا مع بعض. 30 ناقص 10 ايه؟ ت. طب انا يا مستر عايز اختصرها، 30 على 10 يبقى فيها ال 3، ناقص 10 على 10 فيها ال 1 يبقى فاضل الايه؟ الت. صعبه؟ قال لي لا يا مستر. يبقى انا كده ما يعوز يجيب في ابسط صوره بضرب بسط ومقام في مرافق العدد، مرافق العدد اللي انا بغير اشاره العدد الايه؟ التخيلي. وبكده يبقى خلصنا درس النهارده وهو الاعداد المركبه. وفي الختام لا ننسى ان نصلي على خير الانام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.